تحياتي أهل المسرات، أغلى تحياتي وأغلى امتداني وأغلى امتناني للأب والأعمام في كل الأوقات. يا أبو محمد يا رفيع الكياني، أنت سلاح الجم رفيع المكانات. قصيدة كلمات بكر خالد سراج اليماني، تعقيبا على قصيدة والده خالد سراج وعمه بعنوان لم الشمل. Yeah.
يا تاج راسي والوفا والضمان صف العخاثابت ولا فيه ميت صلوا على من بالهدايا هدواني محمد المختار عليه الصلوات. التواصل مع فايز ابو شمس على هاتف 721-690-400 او 711-1-5-0-490-0.